احتضن متحف قطر الوطني العرض العالمي الأول لسيمفونية وردة الصحراء للموسيقار السوري الأمريكي مالك جندلي. واستلهم الموسيقار جندلي سيمفونيته السادسة انطلاقا من فكرة الهندسة المعمارية للمتحف، وهو ما يجعلها عملا أوركستراليا رائعا يعكس من خلاله التراث الموسيقي الغني للمنطقة. وردة الصحراء تحفة موسيقية قام بتدوينها وتوزيعها الموسيقار العربي مالك جندلي في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق مبادرة الأعوام الثقافية بالدوحة. تميز ألبوم وردة الصحراء بسيمفونيتين، الرابعة لأوركسترا الوترية والمؤلفة من 3 حركات، والسيمفونية السادسة المؤلفة من 9 حركات بأداء وتسجيل أوركسترا إذاعة فيينا السيمفونية. أدت هذه القطعة الموسيقية أوركسترا قطر الفيلهارمونية بالتعاون مع قائد الأوركسترا المرشح لجائزة غرامي أليستر ويلس في فناء متحف قطر الوطني المبنى الذي كان مصدر إلهام للسيمفونية. إنها سيمفونية فريدة من نوعها تمتاز بالحيوية، وهي مزيج بين الماضي والحاضر مع لمسة عربية والثقافة الغربية. إنه أمر رائع حقا، الأنغام، الاندماج، الأدوات الموسيقية المستعملة، كلها تتميز بالجمال ولها مكانة في قلوبنا. وظف جندلي المقامات العربية ضمن نظريات الانسجام وقوالب الموسيقى الكلاسيكية بهدف الحفاظ على التراث العربي الغني. سيمفونية زهرة الصحراء تصور مدى التعقيد والتباين بين التقدم السريع المتشابك مع الكثبان الرملية الذهبية ووفرة مياه البحر، فكان تفاعل الجمهور كبيرا بحضور عدد من الشخصيات الفنية. احتفال رائع وزاد روعة بسيمفونية روعة الأخ مالك جندلي، يعني ختمنا ختام كويس السنة هاي، لأن يعني المزيج بين الشرق والغرب كان واضح جدا في السيمفونية، وخاصة أن بعض الأغاني القطرية اللي يعني التقليدية اللي فعلا احنا نذكرها من صغرنا يعني، فكانت حلو جدا نشوفها تنعمل من سيمفونية مثل هاي السيمفونية. قدمت السيمفونية رحلة الحداثة الثقافية من خلال مزج التراث القطري من أغاني ورقصات شعبية من تراث البر والبحر في قالب كلاسيكي رسالته السلام والمحبة والتضامن الإنساني. وهيبة بوحلايس، العربي، الدوحة. ونرحب معنا في الاستوديو بالموسيقار العالمي مالك جندلي ليطلعنا على المزيد عن سيمفونيته الجديدة. صباح الخير، أهلا بك معنا ومبروك. صباح الخير. هذا العمل بالأمس إذا عاش جمهور العاصمة القطرية الدوحة أجواء احتفالية جميلة جدا، تلاقت الموسيقى الكلاسيكية مع الثقافة العربية والمحلية تحت عنوان وردة الصحراء. حدثنا عن هذا المشروع، كيف انبثقت الفكرة وكيف كانت ردود الفعل بالأمس؟ مشروع سيمفونية وردة الصحراء هو شراكة استراتيجية مع متاحف قطر للحفاظ وتقديم تراثنا العربي والإسلامي على خشبات مسرح العالم. شهدنا البارحة مثل ما تفضلتي العرض العالمي الأول لإطلاق سيمفونية وردة الصحراء، اللي هي عبارة عن عمل أوركسترالي متكامل من 9 حركات يحتفي بتراثنا، يحتفي بمفرداتنا العربية، مقامات، إيقاعات، حتى تراثنا الإسلامي اللي فيه موسيقى. تعرفي نحن هلأ مثلا قطر تحتفي بمونديال كأس العالم، حتيجي دول العالم كلها إلى الدوحة، كيف بدنا نعرض الدول مثلا ألمانيا ولا أمريكا ولا البرازيل؟ لوحتين فنيتين، العلم اللي هو لوحة فنية، والنشيد الوطني لتلك الدولة اللي هو عبارة عن قطعة موسيقية. من هنا ندرك أهمية القوة الناعمة للفن وخاصة الموسيقى، كونها تجتاز كل الحواجز الجيوسياسية الجغرافية وتجمعنا نحن على قيمنا الإنسانية اللي هي مبنية على الإخاء، التضامن، السلام والعدالة الاجتماعية.
من هالمنطلق أطلقنا هالسيمفونية هاي كمحاولة ليكون في عنا توازن استراتيجي على خشبة المسرح العالمي، لنقول للعالم أجمع أنه نحن جزء منكم، واليوم نساهم في رحلة الحداثة الثقافية كفنان عربي مقيم في المهجر أو في المنفى، يقدم تراثه ليس لليوم فقط ولكن للأجيال القادمة. أستاذ مالك، طبعاً نتشرف فيك في صباح جديد وعلى التلفزيون العربي، وأنت لك يعني باع طويل، وحكايتك مع الموسيقى ربما بدأت مع الثورة السورية لكن ومستمرة أيضاً مع هذه السيمفونيات وسيمفونيات جديدة. أنا يعني أود أن أطرح عليك سؤال وأوضح ربما للمشاهدين بعض التفاصيل المتعلقة بوردة الصحراء، لماذا نتحدث يعني، واسمحوا لي أن أسهب بهذا السؤال. يعني أود هنا أن لو يشاهدوا هذا عملياً غلاف لأسطوانة السيمفونية السادسة للموسيقار مالك جندلي، وتلاحظون وردة الصحراء. الحديث عن وردة الصحراء حقيقة هو حديث ربما يكون طويل ويتعلق بمفهوم هذه الوردة التي تتفتح، وهي ليست نبتة عمليا تتفتح، هي وردة تتشكل من الماء والتراب ومعادلة كيميائية، ومنه ربما سلهم المصمم الفرنسي لوفيل استلهم هذا البناء لمتحف قطر. بحسب التقرير يقول أنك استلهمت من البناء المعماري، لكن أنا أعتقد بحسب سماعي للسيمفونية أنك استلهمت من الوردة نفسها الموسيقى، واستلهمت ربما هكذا شعرت من البناء الموسيقي من تلك المعادلة الكيميائية التي تحدث لخلق حتى تخلق هذه. يعني هو مخاض كيميائي ربما، أو معادلة كيميائية تحدث في هذه السيمفونية، لكنك مزجت هناك هذا الكون أو العالم والناس في هذه المعادلة. يعني أهل هذه المنطقة، تراث هذه المنطقة، ربما لا تمر فكرة أم الحنايا ويلعايدو، تلك الأغنية التي يغنوها القطريون في العيد عادة يعني، صح. وهذا الإيقاع الخاص يلعايدو، هذا المزج هل كان فعلا معادلة كيميائية استغرقت معك 4 سنوات للتأمل كما أعرف؟ يا أخي الكريم، هذا أطول سؤال أنا بيجيني بحياتي، لكن سؤال يعني متخصص. طبعا لا، مثل ما تفضلت يعني هي سيمفونية من 9 حركات. أخي الكريم، الفن هو البحث عن الحقيقة والجمال. أنا كإنسان كفنان أبحث عن الحقيقة والجمال، ومثل ما تفضلت يعني مصدر الإلهام لهالسيمفونية هو كان وردة الصحراء، تتكون داخل صحراء قطر وصحراء أماكن أخرى في العالم، وأيضا البناء المعماري. يعني هن اثنين، البناء المعماري تحفة معمارية يعني فيه 539 صفيحة متداخلة، البناء كله داخلا أو خارجا، ما فيه حائط قائم الزاوية، تصور ما فيه. بقى نحن قمنا بفكرة أنه أوكي، هالتحفة المعمارية هي عبارة عن موسيقى جامدة، أخذناها مع مثل ما تفضلت التراث القطري الإسلامي العربي، الإيقاعات، التراث البري والبحري لقطر وللمنطقة، وضفنا أسطوانتين مثل ما شفت، أسطوانتين نضيفهم لمتحف قطر الوطني موسيقيا، سيمفونية عالمية بكل معنى الكلمة، وسجلناها بالعاصمة النمساوية فيينا بقيادة قائدة الأوركسترا العالمية الأمريكية الشهيرة جدا ميرين ألساب. من هالمنطلق هاي صار عندنا اليوم نحن بكل تواضع سيمفونية عربية عالمية تطرح تراثنا العربي، تحافظ عليه للأجيال القادمة بمفردات بدون أي كلمة. يعني أنت تفضلت بأم الحنايا والعيدو والمسحراتي، يعني هذه الثيم حاضرة كانت موجودة طبعاً بالفعل. والجمهور بس أنا عندي سؤال مالك، يعني عادة بيكون لونه أسود، ليش اللون الأبيض؟ لأنه هاي حضارتنا، نحن حضارتنا حضارة صفاء وسلام ودعاة سلام. نعم يعني هذا المقصود، يعني كانت فكرة مقصودة أنه تكون باللون الأبيض، تتوافق مع تلك الأقراص، وأيضا بتذكرنا بالماضي الجميل وقتها ما كان فيه يمكن الماضي والحاضر. يعني حتى المتحف ألوانه من التراب، في تناغم مع الطبيعة.
جميل جدا. طيب لديكم رسائل كثيرة من خلال هذه السيمفونية وهذا العمل الكبير، يعني ذكرت بأنه تحملون رسائل السلام، وهذا الحدث يتزامن إذن مع الورد كاب كما ذكرنا، وأيضا الرياضة من دون كلام تصل رسائلها إلى العالم كما الموسيقى. ما هي رسائلكم للعالم، وكيف يعني تستطيعون يمكن إيصال الرسائل العربية والتراثية والإسلامية للعالم أجمع من خلال موسيقاكم؟ شكرا من القلب. يعني الموسيقى تجمع البشر مثل ما تفضلتي. مفردة سيمفونيا باللاتينية أو بالإغريقية تعني نغني سويا، نتلاحم، نتضامن، تطاعد الإنساني. من هالمنطلق يعني شهدنا إطلاق السيمفونية بمتحف قطر الوطني ليلة الأمس 85 إنسان فنان من جنسيات مختلفة مع قائد أوركسترا. يعني أنا كل مرة بدي أطرح عملي الفني بدي 85 إنسان، خلافاً إلى مثلاً لوحة فنية. هذا هو اختلاف الموسيقى عن باقي الفنون. كل مرة بدي أقدم عملي الفني بحاجة أنا لجيش من البشر، وهذا كمان بحاجة لدعم إن كان معنوي أو مادي. نعم، وهذا كمان يتوافق مع الأجيال القادمة. يعني بعد 100 سنة مثلاً بيجي 85 إنسان مختلف بمكان مختلف، نعم، ليقدموا هالعمل الفني. رسالتي هي رسالة أممية تحتفي بحضارتي وبديني وبحضارتنا إحنا كعرب، هي القيمنا الإنسانية الأخلاقية، يعني اللي هي السلام، الإخاء، التضامن. يعني مالك سعداء جدا، يعني كنا نتمنى أن يكون هناك وقت أطول لنتحدث أكثر بإسهاب، ليس فقط حول رسالتك، أيضا حول الموسيقى التي تقدمها للعالم كعازف بيانو وكملحن للسيمفونيات. شكرا لوجودك معنا، شكرا للسيمفونية الجديدة الجميلة جدا، أنا شخصيا أعجبت بها، ونشكرك على هذا الحديث الشيق الموسيقى. إلى مزيد من النجاح والتألق. بالتأكيد إن شاء الله، نيابة عن أطفال سورة الأحرار. شكرا من القلب، مع محبتي بكل احترام. واجبنا. شكرا. شكرا الموسيقار العالمي مالك جندلي، شكرا جزيلا لك.